أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيس مجلس النواب رئيس وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين أمام المؤتمر 29 للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان تحت عنوان القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين بأن فوزها برئاسة مجلس النواب لم يكن ليتحقق لولا الدعم والمساندة التي تحظى بها المرأة البحرينية من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وبإيمانه المطلق بإمكانياتها وقدراتها وطموحها لتكون شريكا أساسيا في التنمية والبناء وخوض غمار التحديات وتذليل كافة الصعوبات وتحقيق أفضل الإنجازات. في بداية كلمتها نقلت معالي رئيس مجلس النواب لرؤساء البرلمانات العربية تحية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتمنياته بنجاح المؤتمر، كما أكدت بأن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت تسكن في وجدان كل بحريني بدءا من عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والذي لم تغب قضية فلسطين عن خطبه السامية يوما. وأشارت في كلمتها إلى أن قضية فلسطين احتفظت بأولوياتها على قائمة اهتمامات مملكة البحرين في السياسة الخارجية في جميع المحافل الدولية، مؤكدة بأن مجلسي الشورى والنواب وانطلاقا من إيمانهم العميق والمطلق بعدالة هذه القضية فقد أولاها المجلسين الاهتمام الذي تستحقه. خلال كلمتها أشادت معالي رئيس مجلس النواب بمواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم القضية الفلسطينية ومناصرة حقها المشروع، مقدمة شكرها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على جهودها المضنية والحثيثة مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، كما تقدمت بالشكر والتقدير لجميع الدول والشعوب والمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة والإنسانية وحول دور إيران التخريبي وسلوكها العدواني وما تتعرض له المنطقة من إرهاب. أشارت رئيس مجلس النواب إلى الدور التخريبي الذي تقوم به إيران في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال قيامها بتشكيل الميليشيات الإرهابية ودعمها بالمال والسلاح واستخدامها كأداة لتنفيذ سياساتها التوسعية ونشر الفوضى في المنطقة وإصرارها على برنامجها النووي والصاروخي، الأمر الذي بات يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها.